محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا كلامي ما حيطول 10 دقائق بالكثير، لأن المشايخ ما قصروا. فإنتوا كلكم ممكن تكونوا ملاحظين يا جماعة في المساجد، يمكن أنا ما شفتين، لكن في مساجد كثيرة في الخرطوم بتلقاها، في حلفة، في الأبيض، في السودان عامة، يكتون فيها ممنوع التحدث في المسائل شنو الخلافية. وهنا يا جماعة الناس دي قاصدين الخلافية، أي ممنوع تتكلم في التوحيد. التوحيد ده يا جماعة الله براه، ده فيه خلاف؟ ده فيه خلاف؟ كان ده فيه خلاف نحن قاعدين ليش؟ هم يقصدوا الخلافية، أي ما تتكلم في التوحيد. وده الشغل اللي جابوه الجبهجية الكيزان دي الزمان مع معاونة الصوفية، وديل هم رفعوا الصوفية. وزي ما قال الشيخ، في الدين ما في لا جبهجية لا كيزان لا صوفية لا أنصار سنة لا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال، ربنا قال له: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالإسلام ما فيه طرق ولا فيه أحزاب. فبقولوا الخلاف هنا في التوحيد. وربنا أرسل الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام للتوحيد. ربنا قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكل الأنبياء يا جماعة جاءوا للتوحيد. والمشاكل يا جماعة ما قامت مع الأنبياء، وضربوهم وآذوهم، وبل فيهم من قتلوهم، إلا بالتوحيد. والمشاكل قائمة من زمان وإلى أن تقوم الساعة. كون ذول يتكلم في التوحيد يقول لكم ما دايرين مشاكل أكبر من خارج ساي، لأنه ده الكلام اللي فيه المشاكل، ده الكلام اللي فيه المشاكل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ساحر، وقالوا له مجنون، وضربوه. فالمشاكل كلها جات في التوحيد، جات في التوحيد. أما حتى لو هي ذول داعي يتكلم في الصلاة، وده من الدين، في الأخلاق، في المعاملات، في بر الوالدين، وما ركز على التوحيد، ما في ذول أصلا بيعمل معاه مشاكل يا جماعة. عشان كده المشاكل قائمة في الموضوع ده. والرجل الصالح اللي قتلوه حبيب النجار، لما قتلوه قتلوه في الموضوع ده، ما قتلوه قال لهم صلحوا أخلاقكم، ما قتلوه قال لهم يعني خلوا معاملتكم مع الجيران كويسة، ما قتلوه في الموضوع ده. ربنا قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يزعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يدع لكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة. ده الموضوع، وده ما حك الدبرة، ده الموضوع. قال له: لا أتخذ من دون الله آلهة، والآلهة دي اليوم في الليل بيعبدوه، هنا الليلة في البرج بيعبدوه، في المكاشف. شوف الموضوع ده واضح، موضوع التوحيد ده ما بتجي يا حمد، وتجي موضوع ده واضح، والله واضح. نحن لو نموت الآن وبنتكلم فيه في أي مكان، مش هنا، في الركشة، في ربنا تحلينا الفرصة، في الطائرة، في أي مكان، لأنه ده دين، ودين ضربوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي: نحن السجمانين دين، نموت شنو يعني مموت؟ انت تكلم في الدين، أنا كلامي انتوا ناس موحدين وناس كويسين. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان بيقول للصحابة، صحابة ده الموحدين ولا هم موحدين؟ ده السادة الموحدين، ما فيهم مشرك واحد. كان قاعد بيكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عنهم جميعا. كان بيقول له: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم
بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. ده صحابة صر ما فيهم مشرك واحد. الليلة لما تتكلم في التوحيد تلقى ناس طوالي الواحد بيتعب، وده ربنا كشفه. شفت الزول بيتعب في التوحيد ده؟ ها والله معناه ده مرضان، ده داير على العناية الوسيطة المكثفة. طوال يا مش ها يعملوا لك مخيف هنا في نخرتك على كيفك. ها ما بالكلام في التوحيد بتضايق حتى لو ما بتدعو القبة ولا بتدعو الشيخ ها وبتدعو الله براه، لكن بتضايق في التوحيد راجع توحيدك، لأنه أصلا الموضوع قايم على الكلام ده. بل ربنا حذر الأنبياء، ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحذر سيد البشر وسيد الموحدين. ربنا قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له لو أشركت، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قال له عبر عملك بيحبط كله. معناه الموضوع ده خطير ولا ما خطير؟ موضوع ده خطير وفيه مشاكل. انت اوعك ما داير مشاكل امش هناك بيع بطيخ طماطم سوق ركشه هذه هذه، لكن احنا الموضوع ده متلحين وما بنخلوه ابدا. والله والله اكلمك النصيحه جد، ما بنخلوه نهائي. ربنا ادانا فرصه في حلفه، في اللبيط، في شندي، في ذالنجه، والله احنا ربنا ادانا فرصه في السعوديه هناك بلد التوحيد صحيح صحيح. ها هناك مجانا ربنا ادانا فرصه، اتكلمنا في الباص فوق ناس جايين من عمره، والله في صوفيا كورك هناك. اه مالك يا صوفيا فينو؟ كورك مالك؟ تقال لي دمبدة؟ دي هناك بلد التوحيد، دي بلد التوحيد، وتكورك مالك الا تطلب بالشباك ده وتدوك. ما في موضوع. ها ما في هنا قبة، لا في صابق الوضو، لا في غريقانة، لا في بايع ما في سماها، لا في البرعي، لا في المكاشفي، لا في اللي ذلك، في دين، في توحيد، في توحيد. ها فافهم الصوفية ديل رفعوهم جماعة الإخوان المسلمين، تبا لهم جميعا والله. ها وانت لو ما بغت الموضوع ده والله يا ربنا بيسألك، وانت حتموت وانا حموت ولا ما حموت؟ حمود يمكن تموت حسع بعد شوية، بعد ساعة، بعد ساعتين، وبتمشي لي الله. والله لو مشيت لي الله بشرك والله خسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ربنا قال عن المجرمين، المجرمين ده ما بيكسروا الأبواب براهم، ده المجرمين ها ولا بيتلبوا بالليل. في ناس مجرمين تاني، والناس قالين لهم ده الصالحين، مع الأسف الشديد الناس هنا في السودان بقول لك ديل على الصلاح وديل على الولاية وديل 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 الدراك وديل اللي بيتكلم فيه بيشقوا حنك حنكنك قاعد قاعد. ها والله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ها ربنا قال قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ربنا قال الزول البنادي بقول يا الرسول خلي البرعي، لو قلت يا الرسول تلحقني ربنا قال لك انت كافر. ها موضوعك كيف تطرش طلعتك تقع؟ ربنا قال كده، ربنا قال كده، ربنا قال الزول البدعو غيري ذا ده كافر. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي. ربنا قال إنه لا يفلح الكافرون، ما قال المسلمين، قال ده كافر. وربنا قال ده مشرك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. ربنا قال ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا قال ده مشرك، وربنا قال ده ضال، ربنا قال ضال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله
من لا يستجيب له الى يوم القيامه. داير تارع دول اضل دول في الدنيا دي اخير منه الحمار وخير منه الركشه، الركشه ذاتها موحده ها وخير منه السحليه. شفت لك يوم سحليه واحده قالت يا البرعي سمعتها؟ سمعت لك مره خروف قال يا المكاشفي في، لكن قالوا ذول بضنين. ما قالوا ذول، قالوا بضنان، لانه ربنا قال اكثر الناس في الدنيا مش في السودان، قال للمشركين ربنا قال الاكثريه. ربنا قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم شنو؟ مشركون. وربنا قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انت قاعد لك كيف المشرك ده ما تطلع دخان ولا بيجيب حلاوه بيض، المشرك ده كونه تقول يا فلان انت مشرك طوالي، انت معنا تقولها ما معنا هنا، ما مع المسلمين عشان ما تنغش نفسك زي ها. تلقى واحد بيقول يا طور الفينا يا الصابونابي يا ما اعرف يا فرقه، ما لك مال فرقه يا اخي، وصار عنده فرقه يا اخي ده راجل لا ما تنادي الله يا اخي. انت لو قلت زي ده انت ما مسلم والله، ولو مت على الكلام ده انت بتكون عدو لعله خلقك ولا ما عدو؟ وربنا بوديك جهنم. ربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. ربنا قال الذلل بيموت على الشرك ده الجنه حرام عليه لانه واحد يقول لك انا شريفي الشريف حسبه، شريف حسبه ولا جدك ابو لهب ما عندك حاجه. والله لو جدك النبي عليه الصلاه والسلام مت على الشرك ده ما بينفعك. يا اخي ابراهيم قال لابوه شنو؟ ولقوم قال لقد بدا شنو؟ بدا بيننا وبينكم شنو؟ العداوة. شوف الدين ده قوي كيف؟ رجال العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أوعك أوعك. وداير تعرف الرجل الخايب؟ داير تعرف الذل الخايب؟ ده الذل البنادي غير الله، خليك الشري ده. داير تعرف أكثر راجل خايب؟ شفت الذل اللي بيرقص بيطلبوا ده خايب. سميه مديح، سميه في أي حاجة. ها؟ صحابة ديل ما تهددوا كانوا واقفين فوق. ربنا قال فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. توحيد توحيد بيرفع راسك فوق، ما بتنزل طاقتك دي يا راجل ودمر ابدا ابدا، بيرفع راسك فوق. لكن تودي ها تخوض طاقتك وتجدع انعلاتك، انت خش حمام ها يا سيدي البريدك مد لايدك وما عرفوه ويا بتاع العيلفون اللي اسرع من التلفون دي بقولها طرمبه؟ ما بقولها معانا ناس قاعدين هنا، قاعدين معانا هنا في السودان بياكلوا بطيخ وما عارف شنو وطماطم. بعد الواحد ياكل جداد، شايفين جداد؟ في جداد مكرفس انا ما عارفين فيه ولا ما في جداد، تلقى في شوايات الجداد عامله كده زي الهجوس، ما شفتها؟ جداده كبيره اكبر من راس الصوفي ذات، جداده كبيره. بعد ده الصوفي لا بخلي فيها لا عين لا نخره لا ما اعرف شنو، ما بخلي في اي حاجه. والله الجداده دي لو حيه كانت قالت تشاك، الجداده ذات لو حيه كانت قالت تشاك كفاي. ليه؟ بعد ده ياكل الجداده دي وياخذ تفاح واناناس وبرتقال يشبع تب. بعد ده يقول يا فلان ده ما مشرك يا جماعه، اذا انا ما مشرك المشرك منو؟ وبعد ده انا اختم لك، في ناس قالوا ماسكين البلد دي، البلد دي قالوا الكون ده كله يا جماعه والسماوات والارض قالوا ماسكينها كده. دي سماوات وارض ولا يطر بيضا دي يا جماعه؟ قالوا السماوات، والمشركين قالوا السماوات دي ماسكها الله وخالقها الله ونحن خالقنا الله والمنزل المطر الله والدكتورنا الله والبحرين الله. ديل ما صحابه، ديل مشركين عديل كده، مشركين صحيح صحيح. لانه زي ما قالوا قبيل سالوا من الطريقه شنو؟ بتاعه البلاغاتيه ديل دعوتهم بيقول لك الخالق الله والرازق الله، ولا ما بيقولوا كده؟ والمحيي الله انت لو بقيت على الكلام ده
انت لسه مع الاسلام لسه دي لسه دي ابو لهب ذاته عارفه ابو لهب ذاته ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام ولئن سالتهم ده ما لي ناس ابو بكر ده للمشركين ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله ده مشرك والله الليلة المشرك لو جاء السودان ديني بس خمسة دقائق بس ربنا حياه وما في مشرك ثاني بقوم لا مشرك لا صالح دول مات والله لو خدتك فود اللي حتى قالوا لك ابزق ما تبزق انت ما عندك ما وفي ضغط هذا ما عندك انت ما خلاص كترك ما تسمع لك كلام واحد دكتور كان مدير جامعة ام درمان الاسلامية وده سماني اسمه حسن الفاتح غريب الله جابوه عجيز في الغنوات قال نحن عندنا هنا في الصوفية الولي الصالح بعد ما يموت قال بينفض التراب تحكي معاه كده ويمرق فت ماشي وين قال ماشي يتونس مع عملته ومع اولاده كيف في هذه المده الطويله التي لم اراكم فيها وانا شايف الكيدان ديل فاتوا وما اعرف شنو وتاني قال يرجع راجع انت وين انت قاعد في الحراسه انت مع ميت ولو فرضنا حتى لو فرضنا يا جماعه هو ما بقوم لكن جدلا لو واحد جرى مرض الساعة واحد هو ميت قبل 10 سنة حتلم الحلة دي يقول انت ذاتك بتكوري كبشنا ليه لانه اصلا دول مات تاني ما بيقوم نهائي ده الكلام ده قالوا دكتور يا جماعة ما قالوا عتالي مع الاحترام للعتالة لانه في عتالة كويسين وفي دكاترة برضو كويسين وفي دكاترة خوازيق وفي عتالة خوازيق وغيره لكن انت شوف ده خليك عقيدتك في الله لو مشيت لي الله بعقيده زي دي الكون ماسكه فلان والقروش ماسكه داك وداك ماسكه الصاقعه وداك ماسكه البنزين وداك ماسكه الجنه والله انت تعبت تعب والله تعب شديد وده عندنا في السودان يا جماعه المطر ماسكه هذا ما قال الخنجر قال الشيوخ ماسكين المطر وربنا الخلق الخنجر ومنزل المطر وخلق القعونجة وخلق الزرافة وخلق السحلية اللي أحسن من الخنجر السحلية ذاتها بتقول لو بتقول المطر بنزل على الله ربنا قال أفرأيتم شنو الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو المنزلون الخنجر قال المطر شنو بيجيبها بيجيبها شيوخ وقال الجنة بدو الشيوخ وزي ما قال البرعي قال 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 شنو قال حسن بكم الفي الكون متحكم قال ماسك الكون ده كده اصلا ما فيكم وداك بيا غادي المرغنية ده حسن قال انا ماسكه هي والمرغنية برضو قالوا نحن ماسكنه دي الحلة كيف قالوا نحن المراغنة عن قدم الكون اعلاه اسفله في طي غضتنا قالوا ماسكنه كده ويا حسي ما عارفين الحظ شنو وربنا قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما ما البرعي ان امسكهما ما المرغني ان امسكهما من بعده انه كان شنو حليما غفورا الماسك السماوات والارض يا ناس ده الله سبحانه وتعالى ده ما المرغنية ولا بكم ولا غيره ده الله سبحانه وتعالى فانت نصيحتي لك ونحن كلنا جميعا تقيف مع دعوة الله وما تحاربها وبيت واحد قال في ناس محاربين دعوة الله وكلامه صح والله اللي بيحارب دعوة الله دي ربنا واحد عايل لأي دول شوف أي دول عايل لهم بيحارب دعوة الله دي دعاة التوحيد وما تتكلم و عايل لهم شوف ربنا يا هداه بيقى دول كويس اسمع الكلام يا ربنا هلكوا ريح منه البلاد والعباد والله يا ربنا يجيب لك بعوضة والله تعرف حاجة حتى في ناس في الكورونا دي في ناس ماتوا في ناس جواكيم كبار كك ماتوا شيوخ كبار يقول لك انا ماتك الكون وكتلت كورونا طلعت لما وقعد وينه كذا شفت البكوت كذا الدعاء ده حقه براه الكلام ده بزعل انا حتى لو قلت لك الجدان حقك ده حقي بيطرده بتدور محاكم وتمشي وما اعرف موكلي وموكلتي ومحامي شاي 17 قلم وما اعرف لابس 17 نظاره وقاريبه بيجاي وما اعرف ومشاي قطعتي يا اخي ده حق الله يا اخي قطعتك بتاع شنو يا
قطع لك بتاع شنو؟ بعد دم الأسف الشديد تلقى ناس يجيبون لك في القنوات وفي الإذاعات كلام ده ما بيقولوا. بيقولوا؟ سمعت يوم في التلفزيون كلام ده؟ والله يتكلم في التوحيد ده التلفزيون ذاته ينطط. التلفزيون ذاته توحيد ده حار يا دول، توحيد ده حار. يوم انا مشيت واختم لك مشى معي واحد زول سلفي حته هناك جنوب كردفان كده بعيده، وبتكلم مشينا حته واحدين خطونا في مسجد كده فوتنا اتكلمت كده زولين معاي ذات الطهدر بقى يسوي لي كده هدي ندي قلت له تهدينا ما في ما في يا مدنا هنا يا مشينا ما في تهدينا بالعمه كده قلت له قال عملت كده ولا الشرطه ما في كلام قدام ارمي قدام ها آه. يا اخو زول بيموت فيه في حفله ولا ما بموت؟ ها بيموت في مدحه، زول بيموت مشرك، بيموت انت اصلك بتموت، مسلم بتموت، مشرك بتموت، اخير تموت عقيدتك نيضه والله ها لانه لو مت على التوحيد في النهايه حتى لو عندك معاصي ربنا يا جماعه بيغفر لك، ربنا رحمته واسعه، ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به شنو؟ ان الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أكعب حاجة شرك، وربنا قال لك يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لغيتني شنو؟ لا تشرك بي شيئا. شوف التوحيد نعمة يا جماعة، نعمة. وربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك شنو؟ بعبادة ربه أحدا. التوحيد، واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، خلي البدع، خلي النوبات، خلي الطارات، خلي المحايات. الدين ما فيه طارات، الدين بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لا فيه محايات، لا فيه طارات، لا فيه اخوان مسلمين، لا فيه صفوجية، لا فيه اللي زيرك، لا فيه حامد بابكر، لا فيه البرعي، لا فيه الغرقان، لا فيه السروال، لا فيه بتكة، ما في. دين واضح، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بس توحد وتقبى مارك، تقبى مارك، لانه لو جاك الموت وانت مت على التوحيد والله انت في نعمه، والله في نعمه. ولو مت على الشرك والله بعدين عند المقابر ها وعند مجوك الملائكه ربنا قال بيرسلوا لناس ناس مجرمين ها، ربنا قال حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ وين حمال الحمائل؟ وين البرعي؟ وين المكاشفي؟ وين ترعي فينا؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا شنو؟ كافرين. قال يا ربنا كنت كافر، انت ما بيت بلاك دار الكفر. قلنا لك ادعو الله، بتقول انت وهابيه. ادعو الله خامسيه، اهب تلقى قدام. في مثل في السودان بيقول لك تسوي شنو؟ والله تعرف حاجه، والله تعرف حاجه، ها؟ تعرف حاجة عبوة. شفت التوحيد ده راس مالك، شفت حتى لو عربيتك حرقت تقول إنا لله وإنا جنو لي راجعون، قندرانيك حدر حرق ما ربنا بعوضك، لكن عقيدتك عقيدتك فاتت، أديت الرجال تاني ماشي ماشي وين؟ ماشي وين؟ ربنا قال بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الإمام السعدي الخطيئة هنا الشرك ها، وطوال الآية بعدها والذين آمنوا دين على التوحيد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله التوحيد ده رجالة، رجالة ولا ما رجالة؟ يا أخ بلال رضي الله تعالى عنه قالوا خطوا في رمضان مكة يا جماعة، الناس المكة مشوا هناك، مكة دي سخنة ولا ما سخنة؟ سخنة. بيقول أحد أحد أحد، ديك ورونا لا في المدرسة الأستاذ هذا تلقاه حكايته بايظة، يقول له قول أحد أحد أحد، وبتلقى بدعو البري أحد ها كلنا في شنو؟ ده ما له قال أحد، ده خط فوق صخرة، وتلقى الليلة واحد براولة خطوا له سكين، لا خطوا له مدفع، شبعان يا أبو مروة، ده الخطا له سكين منو ده؟ نعم أنت قول يا البري خطا لك مدفع منو؟ براك انت كفرت براك، كفرت براك، وده خط فوقه صخره، صخره عديل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قال له وان حرقت وان عذبت فلا تشرك بالله، خليك قوي في التوحيد. وصى الصحابي قال له لو حرقوك
وعذبوك ها العقيده. انت في النهايه بتموت. ورسول قال لك بشرك ببشاره في الحديث بتاع ابن عباس، قال له يا غلام شنو؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك اذا سالته واذا استعنته، واعلم ده ما حكى الدبر هنا، واعلم ان الامه لو اجتمعت كلها الصالحين والطالحين، ما الفات الطالحين مراون الصالحين ذاته برضه معهم كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد الحديث ده كان موجود وقد قال الكلام ده، على ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء شنو؟ كتبه الله لك. يعني ربنا لو حتى لو دايرين لك النفع، النفع ده دايرين يشغلوك، دايرين يدوك باسطه، وباسطه ما في الزمن ده، ولو دايرين يدوك حاجه كويسه او عربيه، لو ربنا ما اراد يدوك ما بيدوك. ولو اجتمعوا تاني الناس ذات دارين يضروك، والناس خايفين من الموضوع ده اصلا في يضروك دي، يعني ديك ما بيدو الخايف منهم، الخوف هنا. يقول لك الخواف شنو؟ اصلا كان مت خفت ما قلت الحق بتموت، وكان قلت شنو؟ برضه بتموت. لكن خليك شنو؟ خليك على النجيضه، على يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الاغلام شنو؟ وجفت الصحف. عمرك 30 بتموت في 30 بتموت في 30، و30 ثانيه بتموت في 30 ثانيه، 40 سنه بتموت في 40 سنه، 55 كده ها بتموت في الموضوع ده. عشان كده ما تقول لا الخواف رب عياله، دي جماعه ما في ها. وربنا قال الامه دي تامر بالمعروف شنو؟ وتنهى عن المنكر، واكبر واحسن معروف هو التوحيد، واكبر منكر تحدث بولدك وبنتك وحبوبتك وخالتك وعمتك واهلك جميعا، وانذر عشيرتك الاغربين هو التوحيد. قل لو نوحدوا الله يا ناس، خلوا الحجبات، خلوا البخرات، خلوا القبب، خلوا الزيارات، امسكوا في الله. كلام ربنا بيرفعك به في الدنيا وفي الاخره.